مساء الخير لجميع متابعين طقس العرب أريبيا وذر دوت كوم. عدنا لكم في نشر جوي مفصل للحديث بشكل أكبر عن الحالة الجوية المتوقعة خلال الأسبوع الحالي بإذن الله تعالى. كما شاهدنا كما لاحظنا جميعا خلال الفترة الماضية استقرت الأجواء بشكل كبير منذ انتهاء العاصفة هدى. ارتفعت درجات الحرارة في معظم الأوقات وكانت أعلى من معدلاتها، في حين لم تشهد المملكة حتى الآن تأثر في منظومة جوية متكاملة منذ انتهاء العاصفة الشتوية هدى والتي أثرت على المملكة مطلع العام الجديد. التوقعات الجوية للأيام القليلة القادمة تتلخص فيما يلي: بداية اعتبارا من يوم الأحد هناك انخفاض كبير وملموس على درجات الحرارة بإذن الله تعالى، مع احتمالية لهطول بعض الأمطار بإذن الله تعالى في أجزاء من شمال ووسط المملكة. يوم الاثنين هناك تتشكل بإذن الله تعالى عاصفة شتوية قوية في شرق البحر الأبيض المتوسط وتؤثر بشكل أساسي على مناطق تركيا وسوريا ولبنان، لكن للأسف بحسب التحديثات الأخيرة الواردة لنا في موقع طقس العرب نهار اليوم السبت، وهذه العاصفة يقتصر ستكون المملكة بإذن الله على أطراف هذه العاصفة حتى هذه اللحظة. التوقعات بإذن الله تعالى اعتبارا من يوم الاثنين هي أن تتأثر المملكة برياح نشطة يوم الاثنين مع إثارة لشلل الغبار بشكل تدريجي بإذن الله تعالى. يوم الثلاثاء وكنتيجة بداية تحرك هذه العاصفة تهب رياح قوية عبر الأراضي الليبية والمصرية باتجاه المملكة. هذه الرياح غالبا ما تكون محملة بكميات كبيرة من الغبار والأتربة، فبالتالي سيكون طقس بإذن الله يوم الثلاثاء مغبرا وعاصفا في أغلب مناطق المملكة، مع ساعات ما بعد منتصف ليلة الثلاثاء تتأثر المناطق الشمالية من المملكة بالجزء الرطب من هذه العاصفة، مما يعمل على بإذن الله بداية هطول الأمطار في أغلب المناطق الشمالية. هذه الأمطار تكون على شكل ثلوج فوق المرتفعات الجبلية العالية في مرتفعات عجلون وجرش بإذن الله تعالى. يوم الأربعاء هناك استمرار للرياح العاصفة في أغلب مناطق المملكة، سرعة الرياح تتجاوز هباتها يوم الثلاثاء والأربعاء حاجز 100 كيلومتر في الساعة. يوم الأربعاء اعتبارا من ساعات ما بعد الظهر والعصر يبدأ تأثر المناطق الوسطى ومنها العاصمة عمان بالجزء الرطب من هذه المنظومة الجوية، والتي ذكرنا أن المملكة للأسف من ضمن حتى هذه التحديثات الحالية المملكة ضمن أطراف هذه العاصفة. سيبدأ تأثر المملكة اعتبارا مع ساعات ظهر وعصر يوم الأربعاء بهذه بمنظومة الجوية الحالية، مما سيعمل بإذن الله على بداية هطول الأمطار في الأجزاء الوسطى من المملكة وتساقط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية العالية في محافظة البلقاء ومحافظة العاصمة، وتشمل المرتفعات الجبلية العالية في منطقة تلال علي وخلدة وصويلح والجامعة الأردنية. يوم الخميس أيضا تستمر الأجواء غائمة بشكل عام وشديدة البرودة في أغلب مناطق المملكة مع هطول الثلوج والأمطار، الثلوج فوق المرتفعات الجبلية العالية والأمطار في بقية المناطق الشمالية والوسطى. ملاحظة هامة جدا حتى الآن للأسف الشديد بحسب التحديثات الحالية تظهر أن المنطقة الجنوبية من المملكة خلال يوم الثلاثاء والأربعاء هي خارج نطاق التوقعات هطول الأمطار والثلوج، فقد ستشهد المنطقة الجنوبية خلال هذين اليومين استمرار الهوب الرياح القوية والعواصف الرملية بإذن الله تعالى. ملاحظة جديدة نعيدها دائما وأبدا أن المملكة ومنطقة فلسطين هي ضمن أطراف هذه العاصفة حتى التحديثات الحالية، مما يعني هناك فرصة لتحسن هذه التحديثات خلال الأيام القليلة القادمة أو تراجعها للأسوأ لا سمح الله. يذكر أيضا أن موقع طقس العرب اعتبارا من يوم الأحد بإذن الله تعالى سيقوم ببث استوديو مباشر ومفتوح لتغطية هذه العاصفة وتحديثات هذه العاصفة وآخر الأخبار المتعلقة بها أولا بأول بإذن الله تعالى. كان معكم أسامة الطريف من موقع طقس العرب أريبيا وذر دوت كوم.